رسالة إلى الذين يحتفلون بما يسمى عيد الحب أو عيد الفالنتاين. انتوا عارفين ليش الغرب سموه عيد الحب؟ طيب عارفين مين هو فالنتاين اللي بتحتفلوا فيه؟ إذا كنت مش عارف فهذه مصيبة، وإذا كنت عارف فالمصيبة أكبر. هذا العيد عيد وثني من أعمال الجاهلية وما له علاقة في الإسلام. فالنتاين اسم شخص كان يشتغل خادم عند الإمبراطور الروماني. في هذاك الوقت كان الإمبراطور مانع الزواج. في هذاك الوقت إجا فالنتاين وعمل علاقة محرم مع بنت الإمبراطور، عمل علاقة زنا وكان يقابلها في السر. عرف الإمبراطور في القصة وفي خيانة فالنتاين، راح اعتقله وشنقه قدام كل الناس حتى نزل منه الدم. كان يومها 14 فبراير، ولما الناس شافوا الدم أحمر قرروا يحتفلوا فيه باللون الأحمر، والعرب والمسلمين للأسف صاروا يحتفلوا زيهم زي الكفار. الشوارع أحمر والمحلات أحمر والبيوت أحمر، كله أحمر في أحمر. عجبا يا مسلمين، بتبحثوا عن الهدايا باللون الأحمر وفلسطين غرقانة بالدم الأحمر وسوريا غرقانة بالدم الأحمر واليمن غرقانة بالدم الأحمر وليبيا غرقانة بالدم الأحمر والعراق غرقانة بالدم الأحمر وبورما غرقانة بالدم الأحمر وكل بلادكم غرقانة بالدم الأحمر. عجبا يا مسلمين، انسيتوا اخوانكم؟ انسيتوا الدماء والأشلاء؟ صرتوا تحتفلوا بموت واحد خاين زاني؟ خلاص صرتوا تتبعوا عباد الأصنام؟ وبطلتوا تتبعوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام؟ خلاص صارت حياتكم كلها أعياد ورقص وفجور واختلاط؟ قدروا عليكم الغرب يا أمة محمد؟ يا من كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ عمركم شفتوا أي كافر بيتضامن مع المسلمين وبيحتفل في أعيادهم؟ عمركم شفتوا أي كافر بيذبح خروف لحتى يقلد المسلمين في عيد الأضحى؟ عمركم ما شفتوا ولا هتشوفوا، وراح نضل جهلة مغمضين عينينا وماشيين ورا الغرب. آلاف المشايخ حرموا ما يسمى عيد الحب، لكن المسلمين ولا عبالهم، وسنة عن سنة الأعياد بتزيد أكثر والحرام بتزيد أكثر والله بينتقم منا أكثر وأكثر. اصحوا يا مسلمين واعرفوا ايش بتعملوا، صرنا مسخرة ومضحكة للناس. هذه نصيحة مسلم محب غيور على دينه، اسمعوا قبل فوات الأوان. وما بقول غير اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد، اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد، اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.